تتحدث على المنظومة القضائية في بلادنا برشة توصيفات لها بين الإيجابي والسلبي. أنا أريد أن أركز بشولنا عنا قضاء عادل ونزيه ويقوم بالدور لازم يقوم به. أول حاجة أعيبها الآن أنا على القضاء هو البطء، البطء في البت في الملفات. إذا كان ملف يقعد 10 سنين ويقعد 15 عام ما عادش فما عدالة. العدالة تقتضي أن يتم الحسم في أجل معقول، والأجل المعقول هو عام وعامين ما أكثرش. واللي خلى في الوقت الحاضر الناس تتمتع أو تفلت من العقاب هو بطء الإجراءات وبطء تحرك المحاكم والقضاء. سيدي الوزير سمحني، معناتها أنت عارف بالأمور الكل نتاع القضاء، كيف لقاض أن يحكم وقدامه 500 ملف؟ كيف لقاضي أن يشتغل وهو وزملائه 3 و4 فرد بيرو؟ كيف لقاضي أن يشتغل وهو ما عندوش ورقة وستيلو؟ يعني أحيانا كتشوف الوضعية نتاع المحاكم نتاعنا مزرية. إيه أنا موافقك، لكن يجب أن نتغلب على هذه العوائق. هذه عوائق فعلية وربما تفسر البطء. يعني كما أنا ندخل معناها قاضي عنده 400 ملف، معناها كل الملف اللي يغزر فيه يغزر له اليوم اللي يخدمه اليوم يرجع له بعد 400 نهار. ما هو باش يعمل أكثر من ملف من نهار، هو كقاضي تحقيق ولا كمقرر في 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 المحكمة ولا حاجة. دونك فما بيصير عدد نتاع معناها عدد نتاع قضاة، وفما بالخصوص يعني عدة ملفات تمشي للقضاء وهي ما تستحقش باش تمشي للقضاء. مش فارغة، يعني ملفات نجم بالصلح، نجم بطريقة أخرى، جار مثلا أساء لجاره، ولا معناها يا دي ديلي مينور، معناها حاجات حد شيء، معناها تو اللي يحرق في روج يعديو على المحكمة. يدخل ساعات القاضي عنده 1000 واحد متاع واحد عمل ولوية تعدي فيها، فهمت؟ مو فما عقوبات أخرى، فما معناها هيكل أخرى. بيصير هيكل أخرى تنجم تنقص من يعني أنت كمحامي باش تعمل تنشر قضية يزم تنشرها حسب يعني موضوع معين، حسب أهمية معينة، وإلا باش يولي المجتمع يعني بذر في إمكانياته البشرية وإمكانياته المادية في أمور تافهة، فهمت؟ طيب سيد الوزير، عبدينا نحكيه على حقوق الإنسان من الأول ونختم بها، نحكيه على ضياع حق المتقاضي من الأول منذ باحث البداية. يقولوا في بعض البلدان المتقدمة تكييف القضية يشترك فيها القاضي والمحامي، احنا في بلادنا تكييف القضية يبدأ من باحث البداية ويخرج له هو التهم وتلحق بهم كذا، والاستشارة تتم فقط مع القاضي عبر الهاتف، وهذه من السلبيات نتاع القضاء التونسي. هو علاش ولد سلبيات؟ الخاطر القاضي الجالس من بعد قعد يعني مدة كبيرة يعتمد محاضر اللي قلت انت بتاع البحث البدائي. يعني اللي يبحث البحث اللي عمله البوليس ولا هذاك هو ولا يعني تجي يسألك تقول له راه معناها غلط، راني ما قلتش هذه، راني كذا، يحكم عليك كمان. يعني يعتبر كونك المحضر هذاك وكأنه يعني فيه الحقيقة المطلقة. قبل كان يعني النظرة للمواطن ما كانتش كما توا، فهمت؟ وهذا نجح فيه المحاماة، نجحت فيه المحاماة يعني باش تعطي للقاضي، تعطيه صورة على المواطن وتوريه اللي المحضر اللي يتعمل في الشرطة راهو ينجم حتى يكون يغطي الحقيقة أو يحرف الحقيقة. فما واحد يعطيه كف يدخل للبوست يعطيه كف وبعد يسأله ما يصححش يزيدوه كف آخر. دوك لو تيب يقول لك أنا نصحح ويا من عاش من توا قدام القاضي، أو يجي قدام القاضي يلقى روحه يحكموا عليه، حتى ساعات يسألوا شو اسمك وبعد اسمه يعطيه العقوبة. هذه يعني نظرة للمواطن تحسنت وهي الآن في تطور، والتطور متاعها ساهمت فيه المحاماة مع القضاء حتى فهموا اللي
في الاخر يعني العبره مش بشده العقاب، العبره هي بالحقيقه والنظر في ملف حسب الوقائع كما ثبتت، وما تثبتش في عند في مقر الشرطه. ولو الان المحامي يحضر مع ولا يحضر مع المشبوه فيه، لكن هذا ما يعطيش اهميه اكثر لمحاضر الباحث باحث البدايه. السيد الوزير الاسبق، الجرائم تطورت ولينا نسمع بجرائم تكنولوجيه معقده وقوانيننا متخلفه ومحاكمنا ما فيهاش معناتها المعدات والماتريال اللازم حتى تجاري وتحلل مثل هذه القضايا، ونسمع برشا بكلمه كونتورنمون على القانون، معناتها يدور بك مين ويدور بك يسار وما تنجم تشدوا حتى شيء، مثل جرائم تبييض الاموال وغيرها، يزلم لمه ما فما ويعمل اللي يحب، لكن بالقانون تشد عليه حتى شيء تلقاش عليه تراس، برا جيب لي ما يثبت. وهذاك علاش قلت لك برشا ملفات كبرى تفتح وتلقاها فارغه في الوسط، لانه بالقانون ما تنجم تطبق عليه حتى شيء. وقتاش تحس الامور وتتغير وتصبح قوانيننا على الاقل مجاريه لتطور الجرائم؟ هو طبعا يعني القانون في حركية، يعني هو يتحرك مش جامد، وفي المادة الجنائية والجزائية اللي نحكيه عليها يعني يقول لك لا عقاب بدون نص. إذا كان يعني فمش نص يجرم معنى فعلا من الأفعال، فلا يمكن يعني محاكمة أو الحكم على واحد اللي قام بفعلة مش مجرمة بصفة صريحة. وفي المجال هذا، المجال السيبرنيتيك، يعني مجال عالم الانترنت الى غير ذلك، طبعا الافعال تتطور حسب يعني ربما شطاره او معناها الذكاء اللي عند اللي عنده الماكينه يخدم بها الى غير ذلك. وطبعا يعني هناك تسمعوا حتى في الاذاعه هجومات، كانوا جيش يعني يهجموا على مواقع ويكسروه، بانكا مثلا عندها دي دوني، عندها واحد يضربوا لها الوحده نتاعها، فتصبح وكأنها يعني ما عادش عندها حتى معطيات، ما عادش نجم تسير بصفه طبيعيه. فما توا ناس يعملوا الشونتاج، يعني الشونتاج بال على حكايه يجيو البنك او المؤسسه يقولوا رانا تعطينا فلوس ما كانش نهجموا عليك، فهمت؟ دوك لا سيكوريتي معناها تأمين المعطيات وتأمين الواحد بصفه ناجعه حاجه صعيبه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وتوا احنا اكشوف في يعني كيما واحد يخلق ان مونستر وبعد يولي ما عادش تحكم فيه انت، فهمت؟ هذا الانترنت سي ان مونستر، يعني ينجم ينقلب، يقول لك انقلب السحر على الساحر ولا معناها، فهمت؟ دوك كيف كيف احنا هنا العالم كله يواجه في تحديات كبيره على المستوى التكنولوجي. تونس طبعا ربما ماهيش في مقدمه الدول اللي عندها الوسائل لحمايه يعني منظومتها وحمايه الاهالي نتاعها او المواطنين نتاعها. واشاطرك الراي كونه في الميدان هذا يلزم ناخذ اولا الوعي ينتشر، ثم الوسائل يجب ان تتطور وتكون في مستوى طبعا الخطر.